الشيخ محمد بن راشد يعلن إطلاق مهمة جديدة المستكشف راشد للوصول إلى القمر. الإمارات تكشف عن مهمة جديدة لاستكشاف القمر راشد 2 ستحاول تحقيق النجاح الذي لم تحقق راشد 1. تعرفوا معنا في هذه الحلقة على تفاصيل المستكشف راشد 2 وموعد انطلاقه نحو الفضاء. مؤخرا أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مهمة جديدة لاستكشاف القمر، وذلك خلال زيارة لمركز محمد بن راشد للفضاء برفقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد. فكشف عن تدشين مهمة جديدة لاستكشاف القمر راشد 2، وكشف عن تفاصيل جديدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر، حيث أعلن عن عدم توفيق مهمة مركبة المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر، لكنه أكد أن دولة الإمارات تثق في أبنائها وفي قدراتهم المميزة. فخلال 10 سنوات تم بناء قطاع فضائي إماراتي من الصفر. المستكشف راشد 1 الآن على سطح القمر وتحمل علم الإمارات، أما المستكشف راشد 2 سيتم العمل عليها منذ الآن، وذلك حتى يتم إطلاقها في الفضاء في أقرب وقت من أجل تحقيق طموح دولة الإمارات. يعتقد صناع القرار في الإمارات أن النجاح يتطلب المخاطرة، وطبيعة العمل في قطاع الفضاء يحتاج لوجود نسبة مخاطرة عالية من أجل تحقيق النجاح والوصول للأهداف المطلوبة. رغم صعوبة العمل في مجال الفضاء، لكن القائمين على هذا المجال يؤمنون بقدرات أبناء الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة.